والله ما يمشوا الانتخابات باذن الله، والله غير لقيناهم بطريقه سلميه وعفويه. هاو الشعب الجزائري خرج بالملايين، والله ما تكون لكم ديروا انتخابات. الشعب الجزائري راه رافض الانتخابات مع العصابات. هذو عصابه مازالوا يتحكموا في البلاد، في الجزائر، في ارض الشهداء، وحنا والله غير رانا واقفين. والله ما ندخلوا ديارنا باذن الله حتى نلقوا الانتخابات ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله. بسم الله. احنا رانا وقفه هنا على الناس المظلومين اللي داوهم للحبس، والوقفه الثانيه ضد الانتخابات، والثالثه باذن الله ربي راح يخرجها فيهم، راح بيناتهم تطرطق.
اللهم سلكنا منهم سالمين وتحيا الجزائر وما كانش الفور. يا الجزائر، يا الجزائر، يا الجزائر، يا الجزائر، يا الجزائر.